بالنسبة لمفهوم البدعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عملها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، رواه مسلم. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما جمع الناس على إمام واحد في الصلاة في التراويح في رمضان: نعم البدعة هذه. يعني كما وهذا هذه القولة المنسوبة لعمر بن الخطاب رواه البخاري في صحيحه، رواها البخاري في صحيح يعني هذه القولة. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه، حتى يعني بعض الإخوة يرد البال من يتصرعون في الأحكام، قال الإمام الشافعي، وما أدراك ما الإمام الشافعي: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه البدعة الضلالة، هذه واضحة نتفق عليها. والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا وهذه محدثة غير مذمومة. إذن البدعة نوعان. وهذا هذه القولة رواها البيهقي في مناقب الإمام الشافعي الجزء الأول صفحة 469. بقيت مسألة أخيرة، هل يعني من احتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول بأن السلف الصالح لم يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه محدثات الأمور من المتأخرين. والخطير في الأمر أنهم نسبوها إلى يهودي وإلى الدولة الفاطمية والعبيديين إلى آخره. هذا بعض الأقوال مشهورة، ولكن في الحقيقة عندما نراجع كتب التاريخ ونرجع إلى المصادر ونبحث جيدا لا نجد، بالعكس يعني هما لكي يضربوا هذا الاحتفال نسبوه إلى الفاطميين، وما أدراك من الفاطميين، لأن البدع والضلالات التي أحدثوها في الإسلام. لذلك حتى يبعدوكم نهائيا عن احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأن الفاطميين والعبيديين ويهود يعني هم الذين أول من احتفلوا وأحدثوا هذه البدعة، ولكن هي غير صحيحة. اليوم أحكي لكم عن تاريخ هذه البدعة أو البدعة الحسنة، أقول بدوري البدعة، ترجع إلى أوائل السنوات التي يعني فتح فيها المسلمون الأندلس واستقرت البلاد واستقرت يعني الأندلس وتأسست في عهد عبد الرحمن الداخل وما يعني من جاء بعده من خلفاء بن أمية أو الخلفاء من بعده. كان أبناء المسلمين في قرطبة وفي إشبيلية وفي طليطلة وفي نواحي أوروبا كاملة يرون كيف يحتفل النصارى بميلاد المسيح عليه السلام، ومعروف كما هو ما زال الآن حتى الآن هذه الاحتفالات الموروثة، ورغم أنها يعني من مخلفات الرومان وإلى آخره، ولكن هم دليل الشاهد عندنا بأن كانوا يحتفلون بهذا المولد أي احتفال، يعني يوزعون الحلويات والمأكولات والملبوسات والصدقات والكنائس تملأ بالبشر إلى آخره. ولكن هذا كان يحز في نفوس أبناء المسلمين، فخاف أبناء المسلمين على أبناء على أولادهم أن يقتدوا بالنصارى أو يستقطبوهم لأن تلك الاحتفالات كانت مبهرة، فارتأوا أن يحتفلوا بدورهم بميلاد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه يعني الشهادات وأقرها علماء الأندلس وانتشرت إلى المغرب، حتى صلاة المغرب عبر التاريخ ونحن في المغرب يعني هذه سنة مؤكدة، جميع السلاطين في المغرب يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، وأنتم ترون إذا كنتم تتابعون يعني ما يقع في المغرب فسترون الاحتفالات والمواسم يعني رسمية وغير رسمية وشعبية بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. هذا من جهة.
ثانيا واحد يعني من سلاطين العراق شمال العراق في أربيل، أذكر اسمه هنا كوكباري لأن الاسم بالكردية أو المكنى بالمضفر، وهذا يقال بأن أصله مغربي حتى نعرف يعني نقلت هذه البدعة الحسنة إلى الشرق. وهذا كان في يعني توفي سنة 620 هجرية، يعني تاريخ مبكر كثيرا، وعاشر يعني كان في زمن صلاح الدين الأيوبي هذا المشهور القائد السلطان العربي المسلم عفوا الكردي، ولكن في تاريخ العرب الكردي هو أصل كردي، يعني فاتح عظيم لفلسطين حررها الله عز وجل. ولكن لم يعارضه العلماء في تلك الفترة، نعرف أن كان هناك علماء يعني مشهود لهم سنذكرهم بتفصيل، ولم يعارضوا بل احتفلوا. بل أكثر من هذا، في هذا الزمن تقريبا نذكر كتاب مشهور جدا هو رحلة ابن جبير. ابن جبير نعرفه القرطبي الأندلسي الذي ازداد سنة 540 هجرية، إذن ها هو الزمن متقارب. في كتابه رحلة ابن جبير في الصفحة 114 إلى 115، يعني أفرد صفحة كاملة أو صفحتين لهذا لوصف الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. يقول وأين كان، يعني هو عندما رحل إلى الشرق زار مكة المكرمة ثم رحل إلى المسجد النبوي إلى المدينة المنورة ليزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ربيع الأول وهو بين أهل المدينة فحكى ووصف ما وقع في المدينة. يفتح هذا المكان، يعني ماذا يقصد؟ البيت النبوي، ليس المسجد النبوي، لا البيت، يعني من زار المسجد النبوي وكلكم زرتموه أو تشاهدونه في الصور والفيديوهات، الشباك الأخضر هذاك هو الحجرة النبوية الشريفة، بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم كان هو بيت عائشة وهو مدفون هناك. ماذا يقع فيه؟ ماذا يحكي؟ أقرأ النص ثم نفسر. يفتح هذا المكان المبارك، أي هو يقول منزل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخله جميع الرجال للتبرك به في كل يوم اثنين من شهر ربيع الأول في هذا اليوم، وذاك الشهر ولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول في هذا اليوم يعني الاثنين، وفي هذا الشهر ربيع الأول ولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني باختلاف المطالع واختلاف الآراء حول المولد النبوي، ولكن كل يوم اثنين تبركا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه، طيلة شهر ربيع الأول كل يوم اثنين تفتح الحجرة النبوية الشريفة لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا القبر لا يمكن أن يصلوا إليه لأنه مصور بأسوار يعني كبيرة ولم يفتح منذ عهد عمر بن عبد العزيز، ولكن يدخلون إلى الحجرة الشريفة ليلامسوا الحائط الذي يحجزهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتبركون به. يعني التبرك هي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلة القرب، وما أعظمه من شعور وأنت يعني تلامس الحائط، يعني لا يفصلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حائط صغير سنتيمترات قليلة، وأنت تصلي عليه كما رأينا في الحديث وهو يرد عليك السلام. يعني ما أعظمها من لحظات يعني تقشعر لها الأبدان. ابن جبير هذا يقول عليه عنه، يقول عنه لسان الدين الخطيب، حتى نعرف مكانة ابن جبير، الدارس من الأدباء والباحث في التاريخ يعرفون مكانة ابن جبير، ولكن حتى لا أطيل أنقل قولة واحدة للسان الدين ابن الخطيب الشاعر المعروف والمؤرخ. يقول كتاب في كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة،
يقول عن الزبير أبدأ النص: كان أديبا بارعا وشاعرا مجيدا سري النفس كريم الأخلاق أنيق الخط. انتهى نص لسان الدين الخطيب. سري النفس يعني مسرور دائما، فيه بهجة وفيه يعني بعض الناس يعني تأنس إليهم بخفة ظلهم ويدخل عليك الغبطة والسرور. إذن هذه الأحداث التاريخية، من ناحية التاريخية احتفال مولد النبوي الشريف كان عبر التاريخ. احنا في المغرب لا مسألة لا تناقش، ولكن أثرت أن آتي بهذه الأدلة التاريخية حتى نعرف. حتى الشرق كانت هناك احتفالات يعني في العراق وفي حتى في المدينة المنورة كما حكى لنا ابن الزبير. أما بعض العلماء يعني الذين احتفلوا والذين أيدوا والذين يعني لم أعطوا آراءهم وفتاويهم في الاحتفال بالنبوي الشريف فهم أعداد كثيرة جدا، أعداد كثيرة. ولكن هنا لأن لو أخذت أسرد الآن 36 دقيقة أسرد يعني لا أنتهي، ولكن باختصار لأن سأنهي بعجالة، ولكن لابد لأن المقام يتطلب بعض الاستدلالات في هذا الشأن. من أهل الحديث والفقه والعلماء الشرع كثر، ولكن أختصر كما قلت، وهم حفاظ من أهل الحديث يعني علماء الحديث الذين نحترمهم ونجلهم لأن بذلوا جهودا كبيرة في تنقية الحديث وفي غربلة التواريخ إلى آخره. نذكر أيها المحدثون، اسمعوا من الأسماء التي سأذكر: الحافظ بن دحية، والحافظ العراقي، والحافظ العسقلاني، والحافظ السخاوي، والحافظ السيوطي. عن الإمام السيوطي يكفي الدر منثور في التفسير المعثور، الإتقان في علم القرآن، يعني كتب لا تحصى ولا تعد في الحديث والفقه والتفسير إلى آخره. نبدأ بقول للإمام السخاوي نستأنس بها، وهو سابق على سابق أو لا معاشر الإمام السيوطي، يعني في تاريخ تقريبي 902 توفي، والإمام السيوطي توفي 911. إن يقول إمام السخاوي: إن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة يعني مباشرة، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات ويعتنون بقراءة مولده. يعني هناك كتاب في المولديات، وهذا فن ظهر أيضا في تاريخ الإسلام، سواء الأشعار والسماع والكتب المولدية تحكي يعني لحظات الميلاد الشريف وما وقع فيها معجزات وكرامات. ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. يعني كلام جميل، يعني حتى بركات هذه التصلية وهذه المولدية تظهر عليهم في حياتهم وفي صحتهم وفي أولادهم. وهذا الكلام نقله محمد بن يوسف الشامي في كتابه سبل الهدى والرشاد. أما الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي كما قلت، يعني أشهر من نار على علم. ولماذا جلال الدين؟ لهذا يسمى كتابه، وهو واحد من الجلالين، جلال الدين السيوطي، واحد من الجلالين هو الإمام السيوطي. وما أدراك ما تفسير الجلالين المختصر الأنيق الجميل، والذي ألف في رمضان بجوار المسجد بجوار بيت الله الحرام. يقول في كتابه: حسن المقصد في عمل المولد، إن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مبدأ يعني بداية النبي صلى الله عليه وسلم، في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات. ثم
يمد لهم صماط أو يمد لهم صماط يأكلونه، يعني مكان يأكلون فيه وينصرفون من غير زيادة على ذلك. هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده صلى الله عليه وسلم الشريف. كلام واضح، فأين هي البدعة وأين هو التكفير وكل بدعة ضلالة إلى آخره. نقول أيضا، نستدل بقولة جميلة أيضا لأبي شامة، وهو الحافظ عبد الرحمن بن إسماعيل المتوفى سنة 965، معاصر أيضا للصخاوي والسيوطي إلى آخره، في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. ومن أحسن البدع ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك مع ما فيه من الإحسان إلى الفقراء مشعر بمحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وجلالته في قلب فاعل ذلك، يعني يستشعر بهذه العظمة وهذه الجلالة، وبشكر الله على النعمة المحمدية. هذا هو المقصد، المقصد هو شكر الله عز وجل على هذه النعمة المحمدية. وتحضرني طرفة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واحد رد على الآخر قال له: مولد النبي صلى الله عليه وسلم هل هو نعمة أم نقمة؟ استغفر الله، لا بد أن نقول نعمة. إذا فأما بنعمة ربك فحدث، إذا هذه نعمة من الله عز وجل. وهناك يعني كثير من العلماء شرقا وغربا وأقوال بأقوالهم وأدلتهم الكثيرة التي لا يمكن أن نحيط بها في هذه العجالة السريعة. إذا يثبت من خلال يعني كخلاصة، تثبت يعني شرعية الاحتفال بالمولد النبي الشريف، يعني بصيغة كما قال الإمام السيوطي، يعني بذكر السيرة النبوية والشمائل والأخلاق، ويعني يمكن أن نأكل ونتصدق ونفرح الأطفال ونلبس الزينة، ما في مشكل في هذه الأمور، لأن هذه من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تخلد في ذاكرة الأطفال يعني هذه الذكرى العطرة، وهذا يعني مسألة غير عادية في هذا الكون يوم ولد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، لأن الله عظم قدر جاه محمد وأناله فضلا لديه عظيما في محكم التنزيل، قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. وشكرا على استماعكم، هذه مقدمة بسيطة لندوات سأستدعي إليها بعض العلماء الأفاضل وبعض الدكاترة وأساتذة الجامعات لنغري النقاش في هذا الموضوع، لأن وقع مشكل في تطبيق الزوم، لأنك ما زال عندنا مقاصد احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وتأثير ذلك على الأطفال والأجيال. أخ آخر كان عنده مداخلة حول المولد الشريف وآثاره الثقافية والاجتماعية على أبناء المسلمين عامة وبديار المهجر خاصة، وكانت أستاذة أيضا ستحكي عن التقاليد المغربية والأعراف المغربية في الاحتفال بهذا المولد النبوي الشريف. دمتم في رعاية الله، وكل مولد وكل عام وكل سنة وكل يوم نصلي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عيد لنا ورحمة لنا بفضل رد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام علينا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.